بتكلم على الشعب. يعني من يوم ما جيت حضرتك لا ما اقدرش اقول ان احنا بنحبكم، احنا بنقول للوزاره ان احنا كل شغلنا مع الشباب ومع الرياضات الاخرى، ولم نتحدث عن كره القدم نهائيا، ولم نمليه واحد كره القدم، ولم نتحدث كره القدم بين الشباب وبين الالعاب. احنا بنحاول يعني بنحاول طبعا لكن المرأة طبعا الدور اللي عملية الدور رائعة جدا، واحنا بنتبنى في الشباب والمرأة جميل الشاب والشابة في كل حاجة بنحاول نعملها، كل الأنشطة اللي معمولة في المركز اللي أنا بقول معمولة للنسات والشباب، فيهم ملاعب الكواس وفيهم صالات النسات وفيهم صالات البيك بوم وفيهم حمام السباحة، كل حاجة معمولة للنسات.